واكيد مشاهدينا كل هذه التفاصيل ما راح يفيدنا بها بس المهندس عبد الرحمن الشلال المختص بالتكنولوجيا، وحتى اليوم نستفسر منه عن كل هذه الامور. يسعد صباحك عبد الرحمن. صباح الخير يا سيد عبد الرحمن. صباح الورد والعافيه عليكم وعلى كل متابعين ومشاهدين قناه دجله الفضائيه، اسعد الله صباحكم. نعم طبعا لك. مثل ما ذكرت بتقرير انه انت الوحيد اللي راح تفيدنا بهذا الموضوع، حابين اول شيء نعرف منك، نتحدث شوي عن الذكاء الاصطناعي، شنو هو تعريفه وشنو ممكن يأثر سلبا على كل الوظائف او الاعمال او المهن؟ طبعا هو الذكاء الاصطناعي اغلب الناس يمكن مروا به او استخدموه او تعمقوا به بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة من بعد جائحة كورونا. هو عبارة عن ماشين ليرنينج مليء بالمعلومات ومن خلالها يخلق إجابات مقارنة بالإجابات البشرية، ويخلق من هذه الداتا المعلومات اللي عنده أفكار وأجوبة للأسئلة اللي مطروحة من قبل المستخدمين. فالذكاء الاصطناعي هو ماشين ليرنينج، يعني هو مجرد آلة من خلالها انه تخلق الافكار للرد على السؤال المطروح لها. نعم. فمن خلالها نعم. ان الواحد يقدر انه يتعمق اكثر ويسال اكثر. لكن لو نجي نحكي على المواضيع السلبيه، يعني خلينا نبسطها ابسط، يعني لو احنا عندنا اليوم روبوت في البيت وهذا الروبوت انه اداءه ومهمته انه يطبخ لنا الاكل، فهنا راح نفتقد الى طعم الاكل من الوالده مثلا او من اخوتنا او من زوجتنا. ليش؟ لان اعتمدنا اعتماد كله على الروبوت هذا اللي راح يطبخ لنا يوميا بشكل مستمر. فنفس الحاله هذا ياثر سلبا علينا بالعمل. لو انا استخدم كل يوم بالعمل الذكاء الاصطناعي فاني ما احس بقيمه وجودي بالعمل، ولا عندي المعلومات الكافيه اللي باكر عقبه مثلا لو يسالوني بيها انه انت خبير بفلان مجال ما راح اقدر اجيبهم. ليش؟ لانه كل معلوماتي انا يعني مو من عندي، لذلك كنت دائما استخدم الذكاء الاصطناعي. فهي من السلبيات اللي دائما الشركات تمنع الموظفين او العاملين عندها انه ما تستخدم الذكاء الاصطناعي كعامل اساسي بعملهم. نعم. طيب عبد الرحمن، اليوم عرفنا همنا انه الذكاء الاصطناعي صار انه هو اللي يحدد رواتب الموظفين، يعني حتى بهذه همنا تدخلوا. طيب هنا شلون يعني راح يحددون الراتب لكل شخص؟ يعني هل راح يكونون برايك انه منصفين وينطون كل شخص حقه فعلا؟ طبعا هي هاي الفكره جت من شركه باكتوم اي اي اللي هي كانت عندها مبيعات تبيع من خلال الانترنت. فكانت الطرح مالتهم انه يخلون روبوت آلي موجود على المنصة مالتهم تتفاوض بالمبيعات مع المشترين بالاسعار. ولكن تطورت هاي الفكرة من سنة 2021 من شركة باكتوم اي اي انه خلتها انه تتفاوض ايضا للناس اللي يوظفون في هذه الشركة، خاطر لما يرسلون السيرة الذاتية ويقابلوهم ويختبروهم، فخلص هو الذكاء الاصطناعي اللي موجود في هاي المنصة هو اللي راح يقابلهم وهو اللي راح يفاوضهم نسبة على المعلومات اللي عندهم، فراح يكون اختبارهم صعب جدا. طبعا وصلوا إلى نتيجة أن 80 من الموظفين في هذه الشركة باكتوم اي اي هم من خلال الذكاء الاصطناعي اللي هو عينهم واللي هو حدد وياهم العقود وأيضا الرواتب. نعم سيد عبد الرحمن، ايضا شفنا انه دخلت موضوع الاجازات والعطل ايضا بالذكاء الاصطناعي، هل هو يحددها شلون؟ يعني على اساس الحاله الاجتماعيه، على اساس الاجازات السنويه الستاندرد اللي السنويه اللي ياخذوها كل الشركات، لو شلون؟ طبعا هو هنا انه العمليه تتم من خلال ارسال السيره الذاتيه للشخص المعلن على النسبة الخبرة اللي هو عنده يمتلكها، وين مارس بآخر مكان، على العمر اللي هو موجود به، على الشهادة اللي هو يمتلكها. فهنا يبدأ يحللها كل الذكاء الاصطناعي ويأخذ نفس هذا التحليل، يراجع التحليلات السابقة اللي مع الموظفين أخرى. نعم. فمن خلال راح يقدر يقارن ويحدد لأنه كم أسبوع هو هذا المدة الكافية مالته للعطلة للشخص مثلا اللي خبرته كشاب مو نفس اللي خبرته اللي هو أقدم من العمر سنا اللي عنده 30 سنة خبرة. فهذا نعم. دائما يمتلك اجازات اكثر من الشاب يعني. نعم. طيب تحس عبد الرحمن يعني هذه تدخل الروبوت اذا كان بالاجازات او تحديد الرواتب هي من صالح الموظفين ام هي بس سلبيات للموظفين؟ طبعا هي هذا عامل سلبي جدا، لانه احنا هنا الحمد لله لحد الان ما واصلين لها، ولكن اذا وصلنا لها فراح ندخل بطامه كبرى وراح يصير علينا اضراب، راح نسوي اضراب على العمل. لانه هنا راح ما راح يقدر يميز الذكاء الاصطناعي
انه التقدير مالته حيكون ناجح بشكل سلمي ونقص تحقيق الموظف اللي يعمل. نعم. احنا هنا عندنا مكتب خاص في موجود في اوروبا خاص هو لتحديد رواتب الموظفين نسبه على الاسعار وعلى الدفوعات اللي موجوده بالبلد. يعني اذا اليوم احنا عندنا ارتفاع وتضخم مالي موجود بالمشتريات، ما من الممكن انه هو الذكاء الاصطناعي انه يحدد لي الراتب مالتي، يجوز يحدده بالراتب بالسنوات الماضيه او بالسنوات اللي هي مثلا ما كانت الدوله بها تضخم مالي، فانا شو راح اقدر اعيش؟ فهنا اكو عندنا منظمه خاصه او مكتب خاص للموظفين يراجعون رواتبهم نسبه الى الحياه والمعيشه اليوميه اللي موجوده بالبلد. حلو. نعم سيد عبد الرحمن، ايضا حابه يعني اسالك هذا السؤال، هو شغلات كنا خايفين من عدها اليوم بدنا نستفاد من عدها، مثلا مثل مواقع التواصل الاجتماعي، كل شيء كان يجي تطور تكنولوجي كنا نخاف من عنده، نقول هذا راح يخرب الجيل وهذا هيجي، وشفنا الجيل ده يستفاد منه وده يتعلم منه وده يسوي بزنس خاص لنفسه وهوايه فوائد ثانيه، يطلع مواهبه. الذكاء الاصطناعي شلون نقدر نستفاد منه واحنا نوظفه يمنا، يعني مو نخلي هو يأثر علينا، احنا نأثر عليه ونستفاد من عنده؟ طبعا استخدامات الذكاء الاصطناعي نقدر نستخدمه بواي استخدامات إيجابية، نبتعد عنها كل البعد عن الأضرار السلبية اللي ما تؤدي وتخدم المجتمع، لأنه هو هم سلاح ذو حدين. نعم. بإمكانه مثل ما هو ذكرت أن السوشيال ميديا بيمكن أن نستفاد بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. الشكل الإيجابي أنه هو يسهل علينا من مهام العلمية بالبحث، لما نبحث عن معلومة لربما أجوز أستغرق ساعات، لكن هو من خلال الذكاء الاصطناعي من خلال شات جي بي تي أو بارد اللي تابع لجوجل، فراح يخلص ينطيني الرابط مال الموقع والنص للجواب مالتي للسؤال مالتي اللي طرحته إليه، وبنفس الوقت راح يفصل إياها باللغات اللي أنا مثلا ممكن أنه أنا ما أمتلك اللغة الإنجليزية، يقدر هو يشرح ليها باللغة العربية باللهجة العراقية، خاطر ينزل للمستوى اللي أنا أوصل من خلاله أنه أقدر أفهمه وأقدر أطور بها من نفسي، أنه أتعلم هواي أمور خاصة بمجال عملي كتعلم، وليس أنه كأخذ أنه أعمال وأستخدمها كوبي بيست وأنه أنا بالأخير بالمحصلة النهائية أنه كل شيء ما استفاديت من الموضوع، لكن لا، من خلال مثلا إذا أريد أدي مشروع تخرج أقدر أسوي من خلاله، عندي مثلا سكريبت لإعلان فد معين، أو مثلا أريد مثلا أحتاج فد نص أو رد على إيميل بطريقة مهذبة، جزء أنا ما عندي الخبرة الكافية أو أبحث عليها بالجوجل، فراح يختصر للوقت الذكاء الاصطناعي وراح يجيب لي نص سلس ومهذب وبشكل جنرال عام يعني. نعم. طيب عبد الرحمن، يعني انت ذكرت شلون ممكن نستفاد من الذكاء الاصطناعي، هم ممكن انه بعض الاشخاص انه يعني يكون سلبي على حياتهم وما يستفادون من عنده، او يعني هم دا يستخدموه لكن مو بطريقه صحيحه، فيعني دا ياخذون الاشياء السلبيه والضرر لهم ولحياتهم. طبعا هو بمرحله انه يتوقف انه ما يوصل يعلم الناس على الاشياء السلبيه، لانه هم محددين انه كيف يتعامل الذكاء الاصطناعي. أيوه. او نعم. المشين ليرنينج مع البشريه. هاي شغله واحده، لانه بالاخير راح يتوقف وراح يقول له انه انا بالاخير انه انا روبوت ذكاء اصطناعي ما يمكنني القيام بذلك. يعني انا عده اسئله مره سالته انه كنت يعني للمزحه اريد انه انفصل عن زوجتي وكذا وعندي مشاكل كذا، فهنا نتوقف ويعني خلاص كتب لي عذره انه انا ذكاء اصطناعي ما اقدر احدد واقيم لك انه شنو الاشياء اللي ممكن تسويها، وقف خلاص. فاكو ممكن انه يتوقف انه ما راح يجيبنا، وبنفس الوقت انه احنا مو كل المعلومات نشيرها، يعني مو كل التفاصيل انه انا اذكرها. اكو بعض الناس يصابهم بالهوس انه الادمان على الشيء، صديقة يعني صراحة. يعتبر صديقه ويسولف له كل هذا الاشياء، وهو لا يعلم انه هاي الامور اللي راح يطرحها له طبعا تخزن وتطلع هاي الاجوبه عند شخص اخر، لان هو قلت لك يخلق الاجوبه من جميع المعلومات اللي عنده باقل من ثانيه يعني، ويرد الجواب الى كل الاشخاص. فاليوم يعني انا اضيف له معلومه عن حياتي، انت تضيفين معلومه عن حياتك، راح تسال او راح يسال مثلا كاكنوزات عن فد موضوع معين، راح يجيب له الاجوبه مالتنا اللي احنا طرحنا له، حيعطي امثله علينا احنا. فهنا الخصوصيه راحت مالتنا. صحيح. سيد عبد الرحمن، ايضا اكو خوذ لدى يقولون انه مخترعيها ايضا هي تقرا الافكار مجرد ما الواحد يحطها، هاي انا ما اعتبرها خوذ، هاي اعتبرها مشكله كبيره كارثه بصراحه. احكي لنا شويه عن هاي وشنو السبب انه اختراعها، يعني شنو يريدون يوصلون؟ طبعا قبل ان نحكي على الاختراع الخوذه، خلينا نحكي على الفيس اي دي اللي موجود بالاجهزه من الحساسات، لربما انه
لو لاحظتوا مثلا أنا مرة من المرات أنه جهازي ما انفتح لأنه غيرت التسريحة مال الشكل مال الشعر، فظل الجهاز معلق ورا تقريبا أقل من دقيقتين الله يرجع يفتح. ليش؟ لأنه هاي الحساسات ما أخذت صورة آلية زين. نرجع على الخوضة كيف تم تعاملها. طبعا أكو فتح حادث صار في أمريكا بعد عرس زواج لإحدى فتيات في أمريكا، فصاب بها الشلل الدماغي خلاص إنه ما قامت تتكلم ولا تقدر تتواصل، فقرروا الأطباء هنا وبعض الطلبة إنه يزرعوا لها شريحة بالدماغ يقرؤون أفكارها، وبنفس الوقت شنو اللي هي تريد تجاوبه راح يظهر على شكل نص، ومن خلال هذا النص يقرأ ذكاء اصطناعي آخر بشكل صوتي. فتم تطوير هاي الفكرة إلى أن وصلوا إلى مرحلة الخوذة إنه من خلال تركيز أو لبس هذه الخوذة راح تبدي من خلال ملامح أو من الإيحاءات البشر أو من حركة الموجات الدماغية اللي موجودة يقدر راح يوصل إلى الأفكار اللي أنا هاي اللحظة بهاي الدقيقة شنو كنت دا أفكر وشنو كنت أريد، من خلالها راح يحللها وراح يظهر بالإشارة اللايت أو الضوء اللي هو كان صحيح أو لا أو خطأ. نعم طبعا يعني إذا هم استخدموها لهذا الغرض فهذا شيء يعني أنه يكون زين ويساعد الأشخاص اللي يعانون من مشاكل أنه هم يوصلون أفكارهم. ولكن ممكن تستخدم يعني الأشخاص الاعتيادين اللي ما يعانون من أي مشكلة لغرض مثلا أنه يعرفون معلومات أكثر عن حياتهم، مثلا يسألوهم خلينا نقول إذا كان بالشغل مثلا سنويا يسألوهم تيست فحص، يسألوهم على الأشياء اللي هم يعني حابين يعرفوها أنه لازم تكون بالموظف حتى أنه يكون يقدر يداوم بهذا الشغل. طبعا كل تطور تتعلمون انه اسعارها مو جدا رخيصه وسهله الشراء من قبل المستخدمين العاديين. نعم. هاي الفكره لما انطرحت اخذت تقريبا اكثر من 700,000 دولار، يعني تقريبا ما يقارب او قريب الى المليون دولار. نعم. خاطر يزرعون هاي الفكره في راس الشخص وبعد موافقته هو في يعني بعد ما انه وصلوا له الفكره انه يريدون من خلالها انه يساعدوه باستمرار حياته، لانه كانت هذه الفتاه عمرها 32 سنه بعدها مقبل من العمر بس هي ما تقدر تجاوب ما تقدر توحي لانه عندها شلل بكل جسمها وبنفس الوقت شلل بالدماغ انه ما تنطق بعد خلاص. فزرعوا لها، انا شفت الفيديو زرعوا لها انه تشيب يعني في داخل الدماغ وكابل من الراس يطلع الى شاشه تلفزيون اخرى، ومن خلال الذكاء الاصطناعي حل الافكار اللي هي رادت تجاوبها لكن ما استطاعت عن طريق النطق، فعن طريق الاله ظهر هذا الجواب. فلا تتوقعون انه هذه الخوذه لو انطلقت لمساعده الناس اللي هم عازين عن الكلام او عازين على انه اعطاء افكارهم هي سهله الشراء للمستخدمين العاديين الموجودين اليوم، يعني ما من الممكن انه راح نلقاها بالسوق، وين وجدت فراح تعطى من قبل يعني دائره الصحه او من قبل دوائر معينه للناس اللي فعلا يعني محتاجين الى هذا الخوذه. نعم. شكرا لك سيد عبد الرحمن، كل شيء استمتعنا بالمعلومات اللي انطيتها. شكرا لك عبد الرحمن، دائما تنطينا كل الاخبار الجديده عن التكنولوجيا وتشرح لنا عليها. شكرا نورتنا.